حدا عم برد. بس ضروري نحكيهم. لك حياتي سرق لي ساعتين عم تلفن ما حدا عم برد. جرب بعد وبس يردوا عليك قلهم يا حياتي ما بقى تعلميني شو بدي اقول لهم، صرت قلتي لي اياهم 100 مره. الو كيفك عديل؟ نحن منيح، انتو كيف؟ عظيم عظيم. عديل انا عم بحكيك لانه ميليسا تعبت شوي، قصدي تعبت شوي نفسيا ومش حبين انا وريتا نبعتها على قطر لحالة. يا ريت فيك تجي انت تاخدها. عال عظيم نحن ناطرينك، امتى واصل؟ تعال ناطرينكم. اوكي عديل باي. كذبت علي ما هيك؟ لا حبيبتي لا، بس جوني جوني ما عمل اللي وقت معكم بهيك وانت بتعملي كل شي بقوله لك. انا الايام اللي انا ما تقولي هيك يا حبيبتي ميليسا، انت عم تقطعي بفترة كتير صعبة وضروري نحكي بيك. لك فاو علي بيي هو الفترة الصعبة. بيك ضروري يكون حدك وياخد كل القرارات، نحن ما قلنا حق. وانا ما رح اتركك حبيبتي. انت مثلك مثل عيلك، كنت حبك غير شي، كنت اعتبرك غير شي، وطلعتي مثلك مثل غيرك، لا شفقة لا رحمة. ليه عم بتقولي هيك ميليسا ليه؟ مشان هيك الله بعطيك ولاد، ايه؟ مشان هيك الله بعطيك ولاد، تستاهلي. ما تقولي هيك! لأنك مش خارجة تربي ولاد! اسكتي وليه! اسكتي وليه! هلكتي قلة تبعنا! فوتينا بقصة ما قلنا ذنب فيها، اللي فينا مكفينا! رح ريحكم يا جوني! رح ريحكم! رح ريحكم مني! مش ملاحظ انه في كم شغله مش عم تقبل تنفذ لي اياهم؟ مثل شو؟ تحكيني عنك، عن ماضيك، فرجيني بيتك. ليه مكمشي بالماضي هلقد دخلك؟ عيشي اليوم بكره بزياده. الماضي كتير مهم، بخليني اعرفك اكتر. مش مزبوط، الاوقات اللي عم نعيشه اليوم بخلينا نمحي الماضي ونندم على كل تفصيله مني. يعني انت ندمان على الماضي؟ أنا اليوم بوضع جديد. بليز ما تضغط علي، خليني أقطع المراحل مهلي ومن دون تسرع.
بس أنا بحاجة أعرف شو الجديد اللي عم بتعيشه معي روجيه. يعني مش معقول يضل هالقد برات الموضوع، بس لحتى أعرف شو عم بصير. ولا مرة عملت علاقة مع مرة أصغر مني وقادرة ترتبط فيي. ليش؟ يمكن لأني بخاف من الارتباط. إيه اسمعي، أنت بنت بتجنني. بليز ما تضغطي علي وخلينا نقطع كل المراحل عمال. أوكي حبيبي. بني قرب على البيت. أنا؟ المهم أنت. ما تعطى الهمة، أنا بدبر حالي. لا مجنونة، شو بدك تعمل؟ ما بدك تروح على بيتك؟ مش طالع عبالي روح على البيت، بلكي بكرة بروح. ماشي معي، عندي شاليه قريب من هون. شاليه؟ إيه شاليه، ومش مثل الأفلام العربي. إنه فكرك الأفلام الأجنبية أحلى؟ لا هي ولا هي، منيحة؟ عندك كافي بلون بالشاليه؟ طيب طيب يلا باي. البعدة غيبة عن الوعي، في خطر على حياتها. حكيت مع ريتا؟ اي ريتا، حكيت مع نيلة، قالت لي انه ريتا بالويل مش قادرة تفتح تمها. الله يساعدها، عن جد الله يساعدها. يا حرام، انا جبت ميليسا باول صيفية لتساعدها، ليك وين صارت؟ المهم تموت البنت، او ريتا مش رح تسامح حالها كل حياتها. يلا بني، انا كتير تعبانة. خوجة رئيف؟ أبو ناجي؟ شو أخبار البنت؟ كان ناقصني بوليس بعد بالمجمع. البنت غايبة عن وعي والبوليس خلص راحوا. طيب خوجة رئيف، في شي مضيق شي؟ مزعوج شوي، مزعوج أبو ناجي. عم توعى، الحمد لله صارت أحسن. نيلة خبريني، طمنيني كيف صارت هلا؟ ما تخافي حبيبتي ما تخافي. يعني ميليسا ما رح تموت؟ بنتي ما رح تموت؟ لا يا ريتا ما رح تموت، روقي. يا عذرا يا عذرا، احفظي لي اياها. يا عذرا يا عذرا، ما تحمليني ذنبها كل العمر. يا عذرا انت شيليها من مصيبتها ولو كيف ما كانت. دخيلك يا عذرا، ما تحرميني منها وما تحرمي اهلها منها. انت شيليها من مصيبتها لو كيف ما كانت، انا بخدمها بنور عيوني. بس ما تحرمينا منها يا عطر دخلك، ما تحمليني ذنبك كل عمري. دخلك يا عطر دخلك. روقي حبيبتي روقي، روقي الله كبير. حكمت، حاسس المجمع بيغلي مثل حالتي. أنا عم بغلي غلي. بعمري بحياتي ما رح أنسى هالمنظر هيدا. بنت مثل القمر، مثل طربون الحبق، هيك بتزت حالها من دون ما تسأل على شي معقول. أنا صرت بهالعمر وبعدني بتعلق بالحياة.
معلقة بالأيام اللي جاية، بذكرياتي، بالماضي، بجوزي اللي تركني. ليه عملت هيك؟ ليه بعد ما بلش عمره وحياته؟ ليه ما تقعد تسأل عن الحياة؟ مين اللي وصلها لهون لهالبنت؟ مين؟ حكمت، الحياة مثل لعبة البوكر، كل ما مارستيها كل ما تعلقتي فيها أكتر. إذا ربحتي بدك تزيدي ربحك، إن خسرتي بدك تعوضي عن خسارتك. وأنا حالتي مثل حالة المدمن على البوكر، المدمن اللي كان مفكر حاله مبسوط وربحان. وبليل فتت لعب وحدي، خسرت كل شيء. فتت لعبي وحدي، خسرت كل شيء. كيف بدك اياني فل؟ كيف بدك اياني انسحب من اللعبه وانا خسران كل شيء؟ لامبارح كنت مفكر حالي بملك الدنيا كلها، هيك هيك دير داري وبمشي وأنا خسران؟ لا، مش ممكن، مش ممكن. حتى بالبوكر بدك تعرف تحدد خسارتك. فشرت تعاملني هالمعاملة وخليها تعيش بسلام. فشرت. شو بدك تعمل يعني؟ كتير بدي أعمل، كتير. رئيف، أنت ضربتها وأذيتها، والمحكمة رح تحكم لها بالطلاق بسرعة. بدي ردها على البيت لتنتقم منها. بدك تردها على البيت لتنتقم منها؟ ايه. كذاب رئيف. بلا قلب، هاي إنسانة بلا قلب، قاعدة مع عشيقة ليل نهار قبالي، ما عم بتحس فيي، مش عم بتحس بالنهار اللي عم تشتعل فيي من جوا. بلا قلب، بلا فكر، مش بلا قلب. بنت صبية حلوة صغيرة، مفكرة انه كل الدنيا رح تكون تحت اجريها، مفتكرة انه فينا تعمل كل شيء لانها صغيرة وحلوة وصبية. بس يمكن معها حق. يا حي، زحتني وزتتني برا بس لانها صغيرة وحلوة. وانت، انت عملت غير شكل عن كل العالم، وراح تموت تترجع على بيتك وتختك بس لأنه صغيرة وحلوة. يمكن معها حق، مين بيعرف. ما تلومها رئيف، لوم حالك. انت كنت شايفها ومش مصدق، انت خليتها تفكر حالها انه غير شكل عن كل العالم. تحمل، تحمل نتيجة أعمالك يا شاطر. Thank you.
ريتا ريتا خير؟ ميليسا هلأ وعيت، هلأ طمني الحكيم. إيناس خديني لعند الحكيم خليه يطمني. يلا حبيبتي يلا. ما تزعل منا، إجلي صدمة كبيرة. حط الحق لي لأنه بعرف شو القصة جوني، بس ما فيك تلومها، هي معتبرتها مثل بنتها. كان بديها ترجع لبيت أهلها تما يصير اللي صار، بس ميليسا كانت أسرع من الكل. أهلها عرفوا؟ مفروض يوصلوا بكرة تحت ياخدوها معهم، وأنا ما خبرتهم، قلت أزبط يوصلوا ويشوفوا اللي صار. منا هينة فشلة. إيه أكيد. طيب أنا لازم أرجع على البيت لأنه تارك الأولاد لوحدهم، تبقى طمني إيه؟ مرسي كتير نيلا، عم نعزبك معنا. ولو؟ يلا باي. باي. شو عم تعمل هون؟ ما تقل لي كل الليل نايم هون. ابو ناجي شو صار بميليسا؟ شو صار؟ الحمد لله خلصت. هلا حكيت مع السيد جوني، قال لي ما بقى في خطر. قوم قوم يا ابني قوم قوم مشي على البيت لعندك. نعم صباحو. شو تمارا؟ سوري ماشي، فكرت انه رح يكون مشغول بالك علي، قلت بدي اقول لك. وينك؟ عم بمشي على الطريق، عم باكل منقوشة زعتر. بتجرب تتروقي معي؟ خلص تمارا بليز بدي نام. اماليا خلص تمارا، قلت لك بدي نام مش نامي طول الليل. بون ابيتي. خلصي اكلك انت. أهلا وسهلا ست نايلة، كنت اليوم رح أطلب اجتماع فيك. بعرف كرمال الأجار المكسور. مشان الأجار بس مش المكسور. ما فهمت، أنا جيت لحتى أدفع الأجار. ست نايلة عقد الأجار معك خلص من شهرين. إيه وأنا جاي أدفع لك الشهرين المكسورين وشهرين لقدام كمان. مين الرجال اللي عندك بالبيت؟ هيدا بي ولادي. بصراحة هيدا الوضع ما بقبلوا عندي بالمجمع. مسيو رئيف رح نتجوز قريباً. أنا ما حكيتك عن الزواج، أنا ما إلي بحياتك الخاصة. قديش صار لي بشوف سيرج ليلي قال ليلي لا بينام عندك وما تدخلت بالأمر. بس رجال خريج حبوسي أزعر ومجرم هون ما بقبل. شوف القصص والمشاكل عم بتصير معنا وانت أدرى الناس، كل هيدا عم بصير من دون حبوسي. كيف مع حبوسي واصحاب مشاكل؟ معقول مسيو رئيف؟ عم بتزتني أنا وولادي برا؟ أنت وولادك على رأس وعيني، بس هذا الرجال بالمجمع ما بقبلوا أبداً ولا ليلي. إنه ما في قدامنا مهلة؟ عقد أجاركم خلص من شهرين، إذا بتمشوا اليوم أحسن إلكم وإلي. تكرم عينك، رح امشي اليوم قبل بكرة. تفضل. ما بيحرزوا، خلين للولاد.
تمارا 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 كيف بدي اعيش برات هون؟ كيف بدي اعيش بعيدة عنكم وعن الكل وعن سيرج؟ بلا قلب، رئيف انسان بلا قلب. يمكن معه حق، حدا بيقبل بشخص مثل دوم تغيري؟ حق عليك انت، ليش رجعتي له؟ انت اكبر غلط عملتيه نيلة لما قبلتي يرجع يفوت على بيتك. انتو شو بتعرفوا عن ظروف الانسان لما بتعاكسه لدرجة انه بيصير بيرضى بالقرف بس القرف مش راضي فيه؟ نيلة، سيرج بحبك وأكيد عم بتعذب كتير. مش قدي، أكيد مش عم بتعذب قدي. لكن تخطي قصة العمر وقبلي فيه. بعد بدكن كتير لتعرفوا شو يعني مرة مطلقة وعندها ولدين صغار. لقيناها وما لسه خلصت من الموت الحمد لله. تعال شو عاملي اليوم بعد ما تخلص الجامعة وكون أنا خلصت من عيادتي؟ يعني عالستة تقريبا. ماشي عندي أنت كمان عال، لكن أنا عايزك بحديث ضروري. بزعل؟ إذا بزعل ما بدي. بالعكس، يلا هلأ على صفك ومتلقى على الساعة 6. يلا يلا. عندك بالبيت؟ عم تحطي علي شروط ميرا؟ مينيموم. اوكي بتجي لعندي على ايدي ونروح سوا على البيت. يلا على الصف. بحبك. الحمد لله اطمنا، صار لازم تروحي على البيت ترتاحي وبعد الظهر بنرجع. ابدا، هيداك البيت ما بقى ادعس فيه. نعم كيف يعني؟ شو بتقصي ريتا؟ لا انا ولا جوني فهمنا عليكي. البيت يلي جربت ميليسا تنتحر فيه انا ما بقى افوت عليه. وين بدك تروحي هلا يعني؟ خديني على بيت اهلي. ريتا انت اكيد جنيتي، شو عم تخرفي؟ الظاهر انه انت اللي وقعتي على راسك مش ميليسا. اوعى تجيب سيرك ميليسا على لسانك، فاهم؟ ولك يا حبيبتي ما فيك تروحي على بيت اهلك هلا. بلا فيي روح على بيت اهلي هلا، اتركها عن راحتها جوني. يعني بتعرفي شو يعني بيت اهلها؟ بيت مهجور صار له 10 سنين، كيف فيها تقعد فيه؟ هيدا بيت جدي وامي، هيدا البيت لالي ورايحه اقعد فيه. واغراضك يا حبيبتي؟ شوف مين ينقل لي اياهم. نسيت اسال الحكيم شغله مهمه. عجبك؟ روقي جوني، ريتا منا واعيه، بكره بس ميليسا تقوم بالسلامه كل شيء بيرجع لمطرحه، ما تخاف. شحطنا استاذ دومت. الحمد لله قدومك على بيتي كان كثير خير. اول قدومك شحطه طولك. يقبش لحيته بيته. مين قالوا نحن بقى نقعد بهيك مجمع كله مصايب ومشاكل وبهدله؟ ايه معك حق. لأنه المجمع مش من قيمتك، خاصة أنه أنت بتخاف من الجرس كرمال صيتك يعني. يا حاج تتمسخر يا حاج. المهم شو بدنا نعمل هلأ دومت؟ بتضب أغراضك ومن هلأ لعشية رح يكون عندك بيت جديد وحياة عيونك نيول. أحلى بيت وحياتك. طيب دومت طيب. ست نيلة ست نيلة. شو في يا أبو ناجي؟ سيرج عندي مش مبسوط أبدا، يا ريت تحكي معه شوي. ليش بو؟ زهر أنا ماشي. أنت كل شيء على قليل بالنسبة إلي. جد أنا كل شيء بالنسبة لإليك؟ أكيد. ما تكذب علي نايلة، ولادك هن كل شيء بالنسبة لإليك.
ولادي وانت. ما تكذبي علي نيلة، كذبي علي. لو انا عن جد هالقد وجودي مهم بحياتك، ما كنت بتعملي فيي اللي عملتيه، ما كنت بتروحي بتعيشي تحت سقف واحد انت ودومت، وانا مثل الكلب عم بركض وراكي من زاوية بلكون لزاوية بلكون بس تشوف شو عم تعملي انت وياه. قلت لك قصة ولادي قتلتني. يعني ولادك هن اهم شيء بالنسبة لك مش انا. ما بقى تكذبي علي يا نيلة. هيدي فترة صعبة وبتمرق، رح يجي أصعب وأصعب، بس أكيد رح تمرق. ما أصعب من هيك؟ أكيد أصعب من هيك. رأيف شحطنا من هون. شو؟ قال ما بيقبل خريجين حبوس يعيشوا هون. رح تروحي تعيشي برا نيلة؟ جاوبيني! جاوب الشخص اللي بتعتبريه انه هو كل حياتك. رح تروحي انت ودومي تعيشوا برا؟ قلت لك فترة وبتمرق. انت استغليتيني نيلة، استغليتيني. اوعى تقول هيك سيرج. انت قتلتيني، قتلتيني وكرهتيني بكل شيء. كرهتيني بحياتي، كرهتيني بعائلتي، بالمصاري، بالحب، حتى النسوان كرهتيني اياهم. سيرج بتعرفي شو؟ روحي انت وياها بيت جديد، بس حطي براسك شغله، انا كل ليله رح اظهر مع بنت شكل. فاهمه شو عامل لك؟ كل ليله رح اظهر مع بنت شكل، وانا رح ضل وفيه لك لكنت مرقت هالفتره. انا ما بقى اصدق بي ولا كلمه بتقوليها، ولا كلمه. ما تعمل فيي هيك سيرج، ما تتركني وانا بهالحاله. انا عم تقليلي ما تعمل فيي هيك؟ عم تقولي لي ما تتركني بهالحالة؟ أنا البنت كبت حالها كرمالي، وأنا حاسس حالي جزء من هالانتحار، وأنت بدك تعيشي مع واحد تاني تحت سقف واحد. أنت مرة أنانية وصولية، وأنا بكره الساعة اللي تعرفت عليك فيها. شو بك يا ماليا؟ ليش حكيتيلي هيك على التليفون؟ كيف بدك احكي معك يعني؟ تضايقتي مني؟ سوري، ما رجعتيني المعلومات الاكزاكت لاعرف مزبوط كيف بدي احكي معك وما تتضايقي. يا عمي شو صاير لك انت؟ شو صاير لك؟ ايه صاير لي انه عم بحاول كون رايقه ومنضبطه وخبي حقيقه مشاعري، بس انت كل مره عم تفشليني، كل يوم تخترعي قصه بتخليني افقد اعصابي وخاف عليك وازعل وصرخ وابكي وعيط لحد ما كل الناس اللي حواليا ينتبهوا لي ويسمعوني حكي وكمان يبهدلوني. شو عم بتقولي؟ ما عم بفهم عليك. لا عم تفهمي كتير منيح، حاسه من عيونك انك بتعرفي كتير منيح شو عم اقول. قولي. بدي اسمع. لا شو بدي اقول؟ لا تحكيني مثل كاني شي بنت صغيره. سوري حبيبتي، ما بدي وتبرمي ظهرك وتمشي. لا شو أميليا؟ أميليا لازم نتصارح. ما نحن متصارحين يا حياتي. تام تي سي تري بيان كو جو تيم، وما تقولي لي منك عارفه لانك بتعرفي كثير منيح اني مخروبه فيك. بس انت ما بدي كاني احكي بالموضوع، لانه ساعتها بصير بدنا نحط النقاط على الحروف وبدك تاخدي مني موقف. صحيح بترفضي كل شيء ما بدك اياه، بس كمان رح تخسري كل شي بدك اياه مني، ما هيك؟ أنا مش بشعة لهالدرجة. فإذا فسري لي، اشرحي لي، ليش ما بتصرحي لي بالموضوع؟ ليه بتخليني هالقد كون حدك وأنت عارفة إني مغرومة فيكي؟ ليه أول ما تفتحي تليفونك بتدقي لي أنا من بين كل الناس؟ ليش أنا؟ ليه؟ لأني ما بدي أخسرك أميليا، لأني بحبك، بحبك كتير. بس ما بقدر، ما بقدر إني كون ما فيكي تحبيني مثل ما أنا بدي. لا لا ما بقدر. هيدا الشي مش ضدك أميليا، أنا بحترمك، بحترمك.
بحترمك كتير وبحبك وبحب تبقى الشخص اللي أنا بوثق فيه وبحبني بحبني من كل قلبه، بس ما بقدر فهميني بليز. ما تتقريني بليز يا بليز ما تعمليني هيك بليز. ما بقدر، ما فيي تمارا، ما فيي. أنا كمان عم بتعذب وعم بنهين. مين عم بهينك؟ أختك ميرا عملت لي وعظة طويلة عريضة لما شفتني فاقدة أعصابي وخايفة عليكي. عملت لي وعظة وصارت تقلي إنه علاقتك فيها مش طبيعية وإنه ما لازم شوفك. خلص بليز أمليا ما تكفي. أنا بعتذر منك، لأنه يمكن أنا ساهمت على إنه أنت تغربي فيي. بعتذر. ما تعتذري سويري، أنا حبيتك لأنك بنت تنحب. شو ريتا ما بتغيري رأيك؟ خلص هيدا البيت ما بقى ادعسه. ولي هيدا البيت أنا كمان ما بقى ادعسه. الخواجة رقيف شحطني. العمى ما قلقمه؟ وايمتى فالي؟ المفروض إني فالي اليوم، بس دومت بعد ما لقى بيت. طيب تعي اسكني معي لكين لقى بيت، أحسن ما أسكن لحالي. عن جد عم تحكي؟ أكيد، بس البيت بده عزيل. من عزل أنا وياك. يلا ضب أغراضك والحقيني. ميرسي ريتا. ما تأخري. يلا رح أحضر حالي. شو هيدا؟ شو عم بيصير؟ أنا فالي جوني. شو يعني؟ عم تتركيني؟ لا، تركي البيت بس المطرح. وأنا؟ جوني هالفترة لازم نبعد عن بعضنا شوي، على القليلة لكانت وعية ميليسا، وبعدين منشوف شو بدنا نعمل. أختي وصهري جايين بكرة من السفر، فضل شوفهم ببيت أهلي لنحكي ونتصارح بكل شيء على رواق. عبالي أحكي أنا وأختي مثل ما كنا نحكي نحن ولاد صغار. معقولة يعني من وقت اللي تجوزت ما صار لي وقت ولا دقيقة أقعد معها على حالي؟ بس ريتا ما فيك تروحي تقعدي ببيت مهجور. نايلة رح تسكن معي لفترة، لازم حضر لها تخت لميليسا لما ترجع على البيت. الحكيم قال لي إنه أول فترة لما توعى مش رح تقدر تمشي، وببيتك هون صعبة. هي لما كانت بصحتها ما كنت قبلين فيها، تهلا هي وراسية. أنا حكمت، أنا حك فتح عينك. يا حكمت، رزق الله أيام زمان كانوا الشباب يوقفوا على الميتين وطلبت فيهم، طلبت فيهم. آخ أيام زمان. يا حبيبتي ما فيني انطر جمعة لشوف الحكيم، بدي شوفه بأسرع وقت ممكن. يا حبيبتي دبري حالك، اصطفلي حالي طارقة. يا عيوني عارفة انه عملية تجميل، ايه بس حالي طارقة، لكن نفسيتي منهارة. شو الانهيار ما بده ايرجانس؟ يلا حبيبتي خلص رح شوف غيركم. اوكي مرسي. اف تحكي مع ايناس. الو ايناس كيفك حبيبتي؟ منيحة؟ ان شاء الله عطولي منيحة يا رب. ليك حبيبتي عايزتك بشغلة. انت بالبيت؟ اوكي انا جاي لعندك. يا الله وجعتني دنيتي. شوفي مين. الو فروحتي؟ تقبريني ان شاء الله اشتقت لك. خبريني كيف سافرتيك؟ كيف باريس؟ الاولاد مبسوطين؟ ما عم بعذبوكي؟ ايه عال نحنا بلا ما تسألي احسن. ايه خليكي مبسوطة هونيك حبيبتي، خليكي مبسوطة. لا ما تسألي عن شيء.
ما فهمت عملية شو يعني؟ شو قصتك إناس؟ ليفتنج قلت لك ليفتنج. ويا عليكي يا حكمت، انت بدك تشدي وجهك؟ ليش؟ وليش لا؟ اي حق ما ليش لا؟ وليش ايه؟ ايه انا برتاح نفسيا. حكمت مرة شفت عملية من هالنوع على تلفزيون امريكاني، بتعرفي شو يا معطرة؟ يعني بيقبعوا لك جلدتك. ماما ليش عم بتخوفيها هيك؟ لانه ما بدي اياها تتعذب كرمال مشي يا بنتي. مش مشي، العملية بتريحها نفسيا عم بتقلك. حكمت انت بتعرفي كتير منيح انه رئيف ما تركك كرمال لانك كبرتي بالعمر، تركك لانه بده ولد. لا انا صرت مقتنعة انه الولد كان حجة. يا حوا عمي عمل المستحيل ترجعها لمرته هيديك. أنا شو بدي رجعها على البيت تينتقم منها؟ مش مزبوط، مش مزبوط يا ناس أبدا. بدي رجعها لأنه معلق فيها وبحبها، ما فيني أعيش بلاها. طنط حكمت تسمحي لي أتدخل شوي؟ هي توبرين نحكي ما أنت مثل بنتي. أنا مع أنك تعملي عملية تجميل وتعملي رياضة وتشبش بحالك، ومع أنك تحسني حالك قد ما بدك، هيدا حقك. بس أنا مع أنك تعملي كل هول لتكوني مرتاحة مع حالك، مش كرمال تنافسي رولا، لأنه رولا صغيرة وصبية ولو شو ما عملتي ما رح تقدر تنافسيها. زبطي حالك كرمالك مش كرمال حدا. أنا مش عارفة كرمال مين عم زبط حالي، بس بعرف إنه لازم زبط حالي ولازم أعمل كل شيء. حكمت لو بتعرفي قديش حلوة متما أنت، كل عمر يقوله جماله يا حبيبتي. أنا تعبانة يا إيناس، تعبانة مش قادرة أرتاح. خلص جربي يمكن ترتاحي. يا على فوقة أنا خايفة على ماهر من رئيف. يدلي أنا ليش عم تقولي هيك حكمت؟ لأنه رئيف مأجرم مستعد يعمل شو ما كان تينتقم من ماهر ويرجع مرته على البيت. حكمت هو قال لك هيك؟ هذا أكتر شي بخوفني بالحياة، الناس المضطربين والناس اللي عندهم عقد جواتهم مثل مثلا. بلا سألتك ما بك شي، منك مثل القردة. والله ليه أول ما وصلت ماليسا ما كانت مثل القردة؟ ليك الخضات اللي صاروا معها شو عملوا فيها؟ لازم نبلش نآمن بهالبلد إنه في عنا مرض نفسي مثل ما عنا مرض جسدي تماما. هلأ حضرتك عم تعطينا محاضرة بالبسيكولوجي؟ ما تكوني ناسية إنه أنا معي دبلوم بالبسيكولوجي. لا حبيبتي أنا مني ناسية، بس بدي أنت ما تكوني ناسية. ليه عم تقولي هيك؟ لأنه حضرتك يا مدام الدبلومي بالبسيكولوجي بتعرفي إنه رئيف عنيف كتير وبيغار عليك لدرجة إنه ممكن يأذيكي أنت وياه مثل ما أذاكي قبل. وأنت شو عم تعملي؟ عم تقعدي ليل نهار بوجهه مع الشاب اللي خنتي معه وعم تستفزي كأنك عم تقولي له بك يلا طلع من تيابك تعرتك بجريمة فيي أنا وحبيبي. هو ما بقى له خصة برولا، ما بقى له عليها شي. والله؟ ليش؟ خلص في دعوة طلاق. معك حق، ولا ما كنت عارفة انه اذا في دعوة طلاق يعني ما بقلوا عليها شيء. لا معك حق. اذا هو ما بيعرف لازم انت تعرفي يا بسيكولوج. انا وفيت لهون شفته واقف على الجازون قدام البيت، كان شكله مش طبيعي. بليز رولا بدي اياكي تنتبهي على هيدا الموضوع. دخلكن وين هي اختي اللي بدي اخنقها انا؟ بالجامعة. نسيت انه عم تعمل دكتور قد الدنيا. دخلكن صحيح انه انتو عشو بتفوتوا على هالجامعات طالما اول ما توقعوا بالمشكلة بتنهبلوا ودغري بتنفصموا بتصيروا مثل الاميين بعمرهم ما فاتوا على المدارس. مش هيك يا مهندس؟ دخلك انت دارس هندسة ولا شو؟ مش مهم. مهم الدبلوم، أنا فايتة أتحمى. هاي بشعر العسل بذكر حلوة. يا الله وهذه تاني يوم بالأوتيل تحت بمطعم الأوتيل. يا الله شو كنا مبسوطين. ولا معقول كنت عم تضحك علي وانا مش عارف؟ هي عند خي فايز صحيح. لما رجعنا قلت تعبانه وانا رحت على الجنوب. معقول
لحولي كنتي ناطرتي وقتها؟ كنتي على علاقة معه؟ هون عتقتي؟ كل يوم كان ممكن تكون معه، كل يوم كل يوم كل يوم. ماما إذا بتريدي اعملي معروف، طلع على البيت وهلا بلحقك. دخيلك يا تمري، مشي طلع معي هلا فوق بخبرك ليش. خلص طلع على البيت انت وعبير هلا وانا بلحقك بعد شوي. طب مشي معنا، شايف على قد خايفة. يا على هالليلة.